دكتور عبد اللطيف أحمد البدر، أهلا وسهلا بك. يعني بعد فوز جامعة الكويت بجائزة أفضل كلية أو معهد مركز طبي في العالم العربي، هل تستطيع أن تحدثنا أكثر عن الإنجازات التي قامت بها الجامعة لتحصل على هذه الجائزة؟ من بداية كلية الطب بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت والجامعة نفسها، حنا نركز على البحث العلمي ونوعية عضو هيئة التدريس، لأن أساسيات التعليم الجامعي الجامعة هي منار إشعاع، ويجب أن يكون فيها تطوير المعلومة التي تدرس للطالب. لذلك مهم جدا أن يكون فيها أبحاث ومساهمة مع العالم بتطوير المعلومة، ومن خلال هذا العمل يتم تعليم الطلبة. هذا هو المبدأ اللي تبنته كلية الطب من البداية. أعضاء هيئة التدريس يجب أن يكونوا باحثين متميزين، يجب أن يكون في التركيز على البحث والمشاركة في تطوير المعلومة. ومن البداية الطلبة لما اختيروا كان هو هذا أساس تعليمهم، تعليمهم بتحليل حتى المعلومة اللي توصلهم من الكتاب يجب أن تحلل. وطبعا مع الوقت كثيرين من الطلبة تخرجوا، بعضهم حتى من هني من الأمارات، وتخصصوا بالتخصصات المختلفة، وبعضهم الآن أساتذة بالكلية نفسها. بالواقع عميد كلية الطب الحالي هو خريج الكلية. فهذا هو يعني المبدأ ببساطة، يجب أن يكون البحث العلمي هو الأساس، يجب أن تكون مساهم في تطوير المعلومة اللي تدرسها، مو بس اقتباسها ونقلها للطالب. دكتور عبد اللطيف أحمد، هل تستطيع أن تحدثنا أكثر عن المسؤولية التي يعني توجد الآن على الكلية بعد الفوز بهذه الجائزة؟ مسؤولية الكلية مهمة. الآن الدراسات العليا التخصصية هي مهمة جدا. كلية الطب تأخذ طالب خميرة طرية وتحولها إلى طبيب، ولكن يجب أن تكون هناك دراسات عليا تخصصية، وهذا بالمناسبة يجب أن يكون في كل الخليج العربي. في بداية الأمر كنا نبتعث، الآن يجب أن يغلل. هذا لا يعني أن ما نطلع برا ونشوف، ولكن الابتعاث الكلي يعني ترجع بناس بمستوى جنرال وما في جنود. يجب من البداية يكون في الدكاترة الصغار وينمو ويتطوروا داخل البلد، وبالمناسبة بالخليج العربي كله. فحنا الآن بالكويت الآن هو هذا التركيز، الآن التركيز على الدراسات التخصصية الطبية والدراسات العليا للعلوم الطبية للحصول على الماجستير والدكتوراه أو البورد الكويتي بالكويت. دكتور عبد اللطيف أحمد البدر، هل تود أن تقول كلمة حول جهود سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم راعي الجائزة في رعاية العلم والعلماء؟ هذا شيء مهم ويجب أن يكون. بالواقع حنا الآن تشرفنا بهذه الجائزة، وللإخوان بالأمارات وبدبي كل الشكر، ولكن التشجيع مهم جدا، ولأنه ينمي التنافس، والتنافس أيضا مهم في تطوير الذات. فأرى أن هذه الجائزة موفقة جدا، وطالعي حنا اليوم جايين لنفتخر بالحصول على الجائزة وبالمؤسسة اللي احنا مسؤولين عنها. فكل اللي نتمناه ان هذه الجائزة تنمو وتكبر ويكثر من امثالها، سواء كان بالطب او التخصصات الاخرى، لان الابداع مهم جدا بالدنيا، والابداع يجب ان يكرم، والمبدعين يجب ان يكرمون، وبالنهاية مجتمعنا يكبر. والشكر لكل من فكر بهذه وللشيخ حمدان.
دكتور عبد اللطيف أحمد البدر، هل تود بعد الفوز بالجائزة، طبعا جامعتكم جامعة الكويت التي حصلت على الجائزة، هل تود إرسال رسالة معينة سواء لجامعات أخرى أو لباحثين أو لطلاب، يعني رسالة معينة تحفزهم على هذا الاجتهاد والنشاط؟ رسالتي هي واضحة، التعليم يبتدئ من فوق لتحت، التعليم لا يبتدئ بالشهادة الجامعية الأولى، التعليم يبتدئ بالشهادات الجامعية العليا ويبتدئ بالبحث العلمي ومن خلال ذلك تعلم النشء. إذن الجامعة الشهادة الجامعية الأولى ما هي الأساس بالتعليم؟ الأساس الدراسات العليا ومن خلالها تعلم للشهادة الجامعية الأولى. نصيحتي لكل الجامعات الخليجية والعربية أن تركز على الدراسات العليا، وأيضا تركز على أخذ الشهادات العليا من بعضها البعض، وأيضا تركز على توظيف ما بعد الدكتوراه. يعني أيضا ما بعد الدكتوراه يجب الآن ما نعين عضو هيئة التدريس مباشرة بعد حصوله على الدكتوراه، يجب أن يعمل لسنتين أو ثلاثة في مكان آخر يختلف عن المكان اللي تعلم فيه، وبعدين يرجع للمساهمة في التدريس، لأن الخبرة بعد الحصول على الدكتوراه مهمة جدا، وخصوصا في أول سنتين ثلاثة بعد الحصول على الدكتوراه. الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أحمد البدر مدير جامعة الكويت، شكرا جزيلا لك وألف مبروك على الجائزة. مشكورين، الشكر للجميع وأشكر للإخوان في دبي على حسن الضيافة، وإن شاء الله أشوفكم بكل خير. يلا مع السلامة.